عندما يتحدث الضحايا الحقيقيون، عندما يتحدث الأبطال الحقيقيون اللي لسه لغاية النهاردة بينضلوا مع أمل وإحباطات وانكسارات ورؤى للمستقبل، عندما يتحدثون هل يمكن أن احنا نطلب من حد أن هو يعبر عنهم؟ هل لازم أن حد يعبر عنهم ولا بيكفي ظهورهم للتعبير عن نفسهم؟ ضيفي العزيز الناقد الكبير الأستاذ كمال رمزي تحدث عن أن السينما التسجيلية ربما كانت هي الأبرز في التعبير عن الأفلام أو عن حالة الثورة في الثلاث سنين. السينما الروائية هل نقدر نقول غياب قدرتها على التعبير ولا ايه بالظبط اللي ادى للدفع بسينما؟ يعني الناس كلها كانت متصوره ان بعد الثوره هنعمل افلام عظيمه وافلام كبيره، وفجاه لقينا من يتصدر الواجهه افلام يمكن وصفها بعكس ذلك، سينما تجاريه بحته، وقلت الافلام اللي بتعبر عن الثوره. هل حضرتك عندك تفسير؟ لا، وانا عندي تحفظ على وصف كل الافلام اللي تعرضت للثوره. لا، انا مش بتكلم عن افلام تعرضت للثوره، انا بتكلم عن افلام تانية تصدرت المشهد، الافلام اللي تحدثنا عنها وصفت بانها افلام شعبيه. طب انا عايز اسالك على حاجه يا استاذه منى. لا، انا اللي بسال يا فندم. معلش، هو سؤال معلش تاني، ما انت مثقفه و... لا يا فندم، انا بتعلم من حضرتك. لما يبقى في واحد بيتابع طول النهار النكد اللي احنا بنقدمه، أنا يعني طبعا الناس في مصر وطنيين جدا، طبيعي الناس بتحب بلدها بجد. صحيح. بجد يعني اما تركبي ميكروباص وبتاع وتلاقي الناس ما عندهاش كلام الا الوطن. صحيح. اما بتلاقي واحد يجي يقول لك ايه، انا نفسي بس كده ساعتين اريح دماغي، نفسي اشوف فيلم ما يبقاش فيه مشاكل وما يبقاش فيه فقرا وما يبقاش فيه كذا، ويبقى فيه كده جو حلو كده، حاجه احتفاليه وبتاع وكده يعني. ودخل فيلم هندي من الافلام الهنديه. فيلم هندي بيبعد عن النكد؟ لا، ما يبقاش ميلودراما، يبقى طيب فيه رقص وغناء والبطل بيدور على البطله، فبيروح باريس ولندن وبتاع ويجيب وتطلع في الاخر وتطلع في الاخر. طيب هل ده أنبه واقول له لا ما تتفرجش، اتفرج على الحاجات اللي بصراحة على التلفزيون؟ فاللي انا كنت عايز اقوله، السينما يبقى فيها كل الانواع بما فيها الفيلم التجاري، وبعدين حتى الافلام اللي هي بيسموها افلام البلطجيه دي والبتاع وكده، يعني افلام. انت مش منزعج حضرتك شخصيا من صعود الموجه دي من الافلام؟ لا، هي كانت باستمرار موجوده، بس شكل العصابه زمان كان يعني بنبقى عارفين ان دول ممثلين ناس طيبين، يعني بيبقى رياض الاصابجي راجل طيب متنكرين في صوره حراميه ولابسين هدوم مخططه هدوم مخططه وكده. يعني دلوقتي البلطجيه حاجه تانية، بس يعني الافلام دي يعني بتعبر عن الواقع بشكل او باخر، وغالبا ما بتبقى فيها امثوله، انها في النهايه البطل بياخد جزاؤه وعمره ما بيحقق شيء جوه الافلام دي. فالحقيقه يعني محتاجه لنظره فيها قدر من الانصاف. صحيح احنا في الستينيات كنا بنبهدل الافلام دي، يبدو برضو ان الواحد بعد ما كبر وشاف ان الحياه ده في تسامح اكتر، ممكن يبقى في تسامح وممكن يبقى في فهم لاحتياج الناس. هل ده بينطبق على الافلام اللي اتعملت بعد الثوره دلوقتي؟ حضرتك شايف ان بعد سنوات لما تيجي تكتب عنها هتختلف رؤيتك ليها؟ والله شوفي، انا يعني الجيل بتاع وبالتحديد البنات، يعني انا شفت مثلا فيلم زي هرج ومرج نادين خان عامله، شفت ايه الفيلم ده؟ ده فيلم بنت من بنات الثوره، فيلم فعلا بيطرح قضيه وليه اسلوب تاني مختلف. في فيلم اسمه عشم شفته، مش عارف انا يعني شفته على شريط عشم شفته انا كمان برضو. يعني في نفحه ثوره في، ما هو ممكن ايه حضرتك، مش بالضروره الافلام اللي عن الثوره تتكلم عن الثوره، ممكن تبقى بنت من البنات يعني عايزه تشق طريقها في الحياه باراده وقوه وعزيمه يصب في مسألة الثورة. هل الثوره ممكن تبقى زي مثلا ما حصل بعد ثورات قبل كده، ان يبقى في موجه جديده مثلا من السينما؟ ده صحيح. جيل جديد، يعني الثوره في السينما مش لازم تبقى الفيلم اللي بيظهر فيه الثوره وبيظهر فيه الميدان، لكن الفيلم اللي بيعمل ثوره في السينما. وكمان السينما تعبر عن ده، بمعنى يعني بعد 52 في خلال 4-5 سنين ابتدت مدارس تتفتح كتير، كان مدرستين كل 3 ايام، يعني كان فعلا مدرستين بتفتح كل 3 ايام، وابتدت مجالات جديده تتفتح قدام البنت المصريه.
من ضمنها مدارس الثقافة النسوية والتعليم ليها فبدأ جيل جديد يطلع بتعبر عنه مين؟ لبنى عبد العزيز. لبنى عبد العزيز في أول مشهد فيه بتطلع مع عبد الحليم حافظ ومجموعة الشباب وهي بتعمل معرض للوجبات الغذائية اللي عاملينها في مدرسة الثقافة النسوية وبتبتدي بقى البنت صورتها على الشاشة تختلف بعد ما كانت بتشتغل في مهنة ملهاش نقابة راقصة معرفش بتاع كده حاجة كده ابتدت بقى يبقى ليها رونق تاني ويبقى ليها وتظهر المرأة العاملة في أيوة في الفيلم تظهر كمهنية مش بس كست بيت أيوة وإنها تبقى مراتي مدير عام أيوة وتبقى متعلمة يعني بقى العلم شرط للتحرر والعمل أيضا شرط للتحرر. على ذكر هذا الكلام هل مثلا ظهور العشوائيات بصورة مبالغ فيها قبل الثورة أو البعض رأها مبالغ فيها قبل الثورة والالتفات لهذا العالم واللي استمر بعد الثورة؟ أنا هتوقف هنا مع أحد الأفلام اللي البعض شايفها بتقدم رؤية تجريبية في السينما وفي نفس الوقت قراءة مختلفة للثورة هو فيلم فرش وغطاء. أيوة. هل نقدر نقول إن دي ممكن تكون بتعبر عن الثورة بطريقة أو مدرسة جديدة زي ما حضرتك بتشوف إزاي أنت حضرتك شخصيا قريت الثورة في الفيلم ده؟ شايفين الأفلام معانا وحضرتك طبعا المحاولة فيها جرأة وفيها شجاعة لكن في أسئلة كتيرة اتطرحت لم يستجاب أو ما فيش جواب عنها وهي مين اللي طلع الناس دي بالظبط من الفيلم وده الحقيقة الإجابة بتاعته مش عند صناع الفيلم إجابة خارج الفيلم. هل هي مزج بين السينما التسجيلية والسينما الروائية؟ هل هي محاولة المزج بين الاثنين في الفيلم ده؟ هو بيحاول بقدر الإمكان أنه يبقى واقعي بس هو في مشكلة أن في أجزاء كتيرة في الفيلم خصوصا في بداياته الدنيا ظلمة يعني أنا رحت اتفرجت على الفيلم مرتين أنا مش قادر أشوف أيوة صحيح بس في السينما مدام بتعملي فيلم روائي تقولي لي أن الدنيا ظلمة بس تعملي لي شوية ضوء كده بقى شايف مين الشبح اللي قدامي ده وبعدين البطل مطلعه أخرس يعني ما بيتكلمش خالص وانا ما يعني فهمي للغه دي فهم قليل فيعبر بالصوره هو نجح في ده الى حد كبير بس هو الحقيقه عمل حاجه جميله جدا التفت ليها منطقه منسيه وهي منطقه الهجوم على سكان المقطم وانا في تقديري ان الاشاره لهذه الواقعه اشاره أهملتها السينما التسجيلية والسينما الروائية أيضا. هل هي ده دور اللي ممكن تلعبه السينما الروائية ملي الفراغات الالتفات للجوانب المسكوت عنها في الرواية يعني السينما طبعاً. التسجيلية أكيد هتتوقف قدام الحشود الكبيرة قدام المشاهد الغالبة هنلاقي لو بنتكلم عن فيلم تسجيلي مشهد قصر النيل الكوبري لازم هيكون حاضر دور السينما الروائية هيكون فين؟ إيه المناطق اللي هتدور فيها؟ هقول لسيادتك على حاجة التقطت وفي أفلام روائية كتيرة اتعملت على هذا النحو بتتاخد صورة فوتوغرافية واحدة لشخص وبعدين محاولة تعقب هذا الشخص زي الشتاء اللي فات كده مثلا الحقيقة ما عندناش بشكل زي الشتاء اللي فات إلى حد ما بس في السينما العالمية اتعملت كتير واتعملت بشكل بارع سواء في حتى في البرامج التلفزيونيه يعني اوبرا وينفري في حلقه من الحلقات عملت حلقه فعلا مدهشه وهي ان في حرب فيتنام في صوره شهيره جدا البنت اللي بتجري وهي هل تتصوري بقى يا استاذه منى ونفسي ان انت كده ان شاء الله تعملي برنامج على هذا المنوال ومعاك هي معدة ممتازة ناهد فأخذت الصورة دي وطقم الإعداد بتاعها دور على البنت لغاية لما اكتشفت أن هذه البنت اللي هي البنت اللي طالعة من حريقة في, 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 في قرية مشهد حرق النبال من الصورة اللي هي وقفت حرب فيتنام وقفت الرأي العام كله فضلت تدور عليها لغاية لما عرفت أن هذه البنت بقت سفيرة النوايا الحسنة في الأمم المتحدة الله. مين الصورة اللي حضرتك تدور ترشح صاحبها ان هو يكون بطل لفيلم روائي في مشاهد السينما الله تصور كتير قوي
مش عايز اقول يعني عشان ما احرجش حد يعني. الشخصيات اللي محدش يعرفها اللي ظهرت وانت شفت ان الصورة دي صاحبها يستحق انه يكون بطل لفيلم. اقول لك على حاجة يا استاذة منى وصدقيني يعني في اللي انا بقوله. في صورة لغاية النهاردة يعني بتجيلي في المنام كده، في صورة بنتي وفي صورة اختي وفي صورة بتاعها، واقوم كده وانا مفزوع ومعرفش هي مين، وحصل يعني تعتيم كامل عليها. اي صورة؟ صورة البنت اللي كانت متظاهرة وضربوها والملابس الخارجية بتاعتها خرجت منها وحد اتنطط عليها. هذه الصورة يا ربي راحت فين البنت دي؟ نفسي احنا بنكلف بقى صديقتنا ناهد صلاح انها تدور على الصورة وعلى صاحبتها وان شاء الله هتكون ضيفنا في حلقة هي تكون فيها. بس بقى الصورة دي فيها حاجة تانية بقى جزئية لمدة ثانية نفسي ادور عليها برضو. اللي هي ايه؟ عسكري رجع غطاها. الله، مين هذا العسكري العظيم اللي انا معرفوش؟ انما يعني هي دي اللحظه الدراميه اللي انت شفتها انها تكون بدايه فيلم. يا سلام يا استاذه منى، نفسي اعرف مين هذا العسكري علشان ابوس ايده. هذا الجندي من واقع انحياز حضرتك للبنات وتجربتهم عموما في السينما والتعبير عنها في الثوره، زي ما حضرتك ذكرت في البدايه ان في احد الافلام التسجيليه فيلم لمخرجه مصريه هي نادين نجيم، هو الاول مره بينافس على الاوسكار وهو فيلم تسجيلي. خلينا نشوف تقرير صغير اعددناه عن هذا الفيلم قبل ما نرجع نكمل الحوار، نشاهد. الميدان اسم لفيلم وثائقي مصري تصدر قائمة الترشيحات النهائية للفوز بجائزة الأوسكار في الحفل 86 للأكاديمية، ليكون بذلك أول فيلم وثائقي مصري يرشح لنيل التمثال الذهبي الشهير. الفيلم من إخراج جيهان نجيم ويتناول ثورتي 25 من يناير والثلاثين من يونيو وصولا إلى عزل محمد مرسي عن الحكم. الثورة هي ثقافة الشعب، اللي بتثقف الشعب بتديله بتملكيه حريته، ده اللي احنا كسبناه، ان احنا قدرنا نوصل للمواطن المصري ثقافة التظاهر، انه يقدر يعترض على الحاكم أي كان هو مين. يقوم الفيلم على ثلاثة شخصيات هم أحمد حسن وهو رجل من الطبقة العاملة في منتصف العشرينيات يتسم بالدهاء لكنه يواجه صعوبات في الحصول على وظيفة، وخالد عبد الله وهو ممثل بريطاني مصري في منتصف الثلاثينيات ويمثل جسرا بين النشطاء والإعلام الدولي، ومجدي عاشور وهو عضو في جماعة الإخوان المسلمين في منتصف الأربعينيات تعرض للتعذيب في عهد حسني مبارك ويمر بأزمة ثقة بخصوص الثورة والإخوان. كل 15 يوم كان تيجي لي من الدولة تيجي تاخدني 3 أيام 4 أيام، ده انا خارج ومش عارف ان هرجع تاني ولا لا، لان في كتير جدا من اصحابي توفوا واستشهدوا جوه. حصل الفيلم على جائزة اختيار الجمهور في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي في عام 2013 وجائزة الجمهور في مهرجان ساندانس في العام نفسه، بينما نفت الرقابة ما أشيع حول منعها الفيلم من العرض في مصر. دائما ما لعبت الأفلام دورا في توثيق الأحداث المصرية ونقلها إلى العالم كله، خاصة بعد ثورة يناير التي كانت بمثابة وحي للعديد من المؤلفين والمخرجين لينافس فيلم الميدان الأفلام الأجنبية على الجوائز العالمية. مهاد الشرقاوي، قناة دريم. ما تبقى من وقتنا وهو قليل جدا استاذ كمال، بسال حضرتك وانت بتجرد حساب 3 سنين من السينما بعد الثوره، هل الثوره بعد كام سنه نقدر نحاسبها على الافلام او السينما نقدر نحاسبها اذا كانت رأت الثوره بعينيها الاثنين ولا لسه؟ لما الثوره تنجح ساعتها هنقدر نحاسبها. هنقدر نحاسبها
أنا بشكر حضرتك ضيفي الناقد الكبير الأستاذ كمال رمزي على الذي شاركنا في جرد حساب 3 سنوات من السينما والثورة، وإحنا على بعد أيام قليلة من ثورة 25 يناير. مشاهدينا غدا بإذن الله يوم آخر في مصر، حتى ألتقيكم فيه، هذه تحيات فريق البرنامج وهذه تحياتي، ونا سلمان، إلى اللقاء.